لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ان شاء الله النهارده رب العالمين هنتكلم عن درس جديد من سلسلة دروس Introduction of Programming with C++. اتكلمنا في الدروس اللي فاتت بشكل عام في اخر كام درس عن حاجة اسمها الكنترول ستراكشر، وقسمناها لبابين تو كاتيجوريز. الكاتيجوري الاول اللي هو الخاص بايه، الكاتيجوري الاول اللي هو الخاص بالكونديشنال ستراكشر، وقلنا ان اللي فيه اللي هنتكلم فيه عن الاف سويتش، وبالفعل اتكلمنا عن الاف سويتش، وقلنا الباب التاني اللي هو ايه هناخده عن طريق لغه سي بلس بلس اللي هو الاتريشن ستراكشر، وقلنا ده اللي هنتكلم فيه عن الفور لوب والدو وايل والوايل والكلام ده كله. حلو، ناس بتطالبني بتقول لي خلاص احنا اتكلمنا عن الفور عن الكونديشنال ستراكشر، اتكلمنا عن الاف واتكلمنا عن السويتش، يا ريت بقى ندخل مباشره فين في الاتريشن ستراكشر ونبدا يعني نعرف فور لوب ووايل ودو وايل والكلام ده كله. جميل جدا، انا عجبني فيهم الحماس، بس انا المرحله بتاعه الاتريشن ستراكشر ديت بتطلب منك عشان تدخلها تكون عندك بيز قوي. ايه هو البيز ده؟ الدروس اللي احنا خدناها اللي فاتت كلها، لان لما اجي اطلب من سيادتك يا فندم تقول لي اعمل لي برنامج بالفور لوب او بالنستد لوب او بالكلام ده كله احنا نعرفه مع بعض قدام، ما تجيش تقول لي انا مشكلتي في 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 اللي انا مش عارف اعمل الشرط، مش عارف اتحقق من اف، مش عارف اعمل مثلا، مش عارف ادخل اليوزر مثلا في متغير ولا الكلام ده كله. لازم قبل ما ادخلك في المرحله ديت نكون متاكد وعلى يقين ان شاء الله رب العالمين انك انت المرحله اللي فاتت لحد باب الكونديشنال ستراكشر تكون ايه، وصلت لجزئيه فيها مش وحشه، وحليت تمارين كتير عليها، بحيث ان احنا لما ندخل ما تكونش ديت ايه عائق لينا، بل تكون مكمله ايه لشغلنا، ويكون استفسارنا بس بخصوص الجزء الخاص بالاتريشن ستراكشر. ندخل في البرنامج على طول ونشوف. اول برنامج بيقول لي رايت ا بروجرام ذات برومبتس ذا يوزر فور تو نمبرز اند برينت ذا ليست اوف ذم، يعني اكتب لي برنامج بياخد من اليوزر رقمين وبيطبع لي الاقل فيهم. تعالوا نكتب انكلود اي او ستريم مع بعض، نكتب الاستراكشر يعني يوزنج نيم سبيس اس تي دي، وبعد كده المين فانكشن بتاعتي، وفي الاخر بريتيرن ريتيرن زيرو. حلو، تعالوا نعمل الاناليسيس بتاعنا ببساطه بقى جدا. وعاوزك ايه، انا على فكره ما حلتش التمارين ديت خالص، انا ما حلتهاش خالص قبل ما ابعتها لكم، وحطيتها انا هحاول احل كان انا بحل ما بفكر في البرنامج ازاي، وببدا ايه احلل الشغل ازاي، وببدا اشتغل ازاي، بحيث ان ايه يكون الطريقه قدامكم بدون اي مونتاج وبدون اي حاجه. اول حاجه بحدد الانبوت والبروسيسنج والايه والاوتبوت. حلو، انبوت بروسيسنج اوتبوت. لو قلنا الانبوت بتاعتنا، الانبوت بتاعتنا بيقول لي رايت بروجرام ذات برومبت ذا يوزر فور تو نمبرز، بيقرا من اليوزر رقمين، فاقول له فيرست نمبر والسكند نمبر. حلو قوي، جميل جدا. البروسيسنج بتاعتنا اللي انا بعمل كومباريزن، مقارنه بين ايه، بين الفيرست نمبر والسكند نمبر. حلو قوي، النتيجه اللي هتطلع لي من الكومباريزن ديت ايه؟ الكومباريزن ديت خاصه باللي انا اطلع ايه الاقل ذا ليست فيهم، الاوتبوت اللي انا بطبع ايه برينت ذا ليست اوف ذم، اطبع لي القيمة الأقل فيها. حلو، ببدأ أول حاجة بديفاين الـ variables بتاعتي، الـ vars بتاعتي، بديفاين سي بديفاين الـ vars بتاعتي، بقول له float first number second number، بعد كده بريد الـ input بتاعتي، بريد الانبوت بطلع لليوزر رساله بقول له يا يوزر بليز انسرت ذا فيرست نمبر، هنا معلش في دبل كوتيشن، ونزل لي الفيرست نمبر ده فين،
خلي الفيرست نمبر ده فين؟ ده في المتغير اللي اسمه فيرست نمبر. سي اوت بليز انسرت ذا سكند نمبر. حلو، فين دخلوا لي فين؟ في المتغير اللي اسمه ايه؟ سكند نمبر. حلو، تعالوا بقى نعمل البروسيسنج. طب البروسيسنج بين ايه وايه؟ البروسيسنج بين الفيرست نمبر والسكند نمبر. لو واحد فيهم، لو الاف مثلا اكبر من السكند، لو الاف اكبر من السكند اطبع لي ايه؟ السكند، لان السكند الصغير. حلو قوي، لو الاف اكبر من السكند اطبع لي السكند. حلو، طيب لو السكند اكبر من الاف، لو السكند اكبر من الاف ايه؟ لو السكند اكبر من الاف اطبع لي ايه؟ الاف اللي هو الفيرست نمبر، اللي هو الايه؟ الفيرست نمبر. هتيجي تقول لي طب هم ممكن يكونوا متساويين. حلو قوي، فببدا اعمل له كونسترينز، قيد. بقول له ايه؟ بقول له لو مش متساويين، لو مش متساويين قول لي ايه؟ لو الاف نوت ايكوال السكند، يعني لو الفيرست نمبر نوت ايكوال السكند نمبر اعمل لي ايه؟ تشيك لو هو الرقم الاول اكبر من الرقم الثاني، او الرقم الثاني اكبر من الرقم الاول. طب لو طلعوا متساويين قول لي الرقمين متساويين، مفيش حد فيهم اكبر من ايه؟ من التاني. مفيش حد فيهم اكبر من التاني. فببدا الاول اقول له اف لو الفيرست نمبر نوت ايكوال، ما بتساويش، دروس الاوبريتور ارجعوا لها، السكند نمبر روح قايل لي ايه؟ تشيك اف دي نستد لوب بقى. بص التمارين بتعرفنا بايه. اف الفيرست نمبر، لو كان الفيرست نمبر اكبر من السكند نمبر، لو كان الرقم الاول اكبر من الرقم الثاني، اوتوماتيك سي اوت ذا سكند نمبر از ذا ليست. حلو، إلس ما لو هو الرقم الاول مش إلس هيبقى ايه؟ else روح قايل لي ايه؟ اطبع لي بقى لو الرقم الاول، لو الرقم الاول مش هو الاكبر اطبع لي ايه؟ اطبع لي الرقم الثاني. طيب لو ما كانش هنا قول لي the first number is the least. is the least. طب ده ايه؟ ده الشرط اللي لو هم كانوا ايه؟ if the first number، if the first number not equal the second number، لو كان الرقم الاول ما بيساويش الرقم الثاني، لو كان الرقم الاول ما بيساويش الرقم الثاني قول لي ايه؟ ان الرقم، قول لي ايه؟ قول لي خلاص تعالى بقى نتحقق، لو الرقم الاول اكبر من الرقم الثاني قول لي الرقم الثاني هو الايه؟ الاصغر. لو الرقم الالس يبقى الرقم الاول ايه؟ هو الايه؟ هو الاصغر، هو الاصغر. طيب ده حلو، ده في حاله اللي هم مش متساويين. اتشكينا اذا كان، عملنا تشيك اذا كان الفيرست نمبر اكبر من السكند نمبر، ولا السكند نمبر ايه؟ اكبر من الفيرست نمبر. طيب لو كانوا متساويين روح مطلع لليوزر رساله على طول، قول له الس سي اوت ايه؟ جا يوزر، طلع لليوزر رساله قول له سي اوت انت يوزر، قول له the two numbers are equal، الرقمين ايه؟ متساويين، الرقم الاول والرقم الثاني متساوي. لو ضغطت اف 11 كده تعال نشيك على البرنامج بتاعنا هيقول لي ايه؟ قال لي دخل لي الفيرست نمبر، دخلت له 11، الرقم الثاني 11، قال لي the two numbers are equal، الرقمين متساويين. لو دخلت له اف 11 وقلت له، لو دخلت اف 11 وقلت له الرقم الاول ب 10 والرقم الثاني ب 8، قال لي ذا سكند نمبر از ذا ليست، الرقم الثاني هو الاصغر. والفعل هو الرقم الثاني ايه؟ هو الاصغر، الرقم الثاني هو ايه؟ الاصغر. جميل جدا جدا. ده كان ايه؟ السؤال الاول بتاعنا، ده كان السؤال الاول. السؤال الثاني بيقول لي رايت ا بروجرام ذات برومبت ذا يوزر، بيقرا من اليوزر 43 نمبر، بيقرا من اليوزر 3 ارقام، اند برنتس بيطبع ذا جريتست اوف ذم، الاكبر اللي فيهم. لو كتبنا الاستراكشر بتاعنا قلنا انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي سوري، وكتبنا هنا المين فانكشن بتاعنا، وفي اخر المين فانكشن زي ما احنا متعودين بالريتيرن ذا فاليو اوف ايه؟ اوف زيرو. جينا هنا عملنا الاناليسيس بتاعنا، قلنا الانبوت بتاعتنا
الانبوت بتاعتنا اللي انا بقرا من اليوزر فيرست نمبر سكند نمبر اظن الكلام ده كله عادي ثيرد نمبر حلو قوي. البروسيسنج اللي انا برضو بعمل كومباريزون بين التلات ارقام وبطلع ايه وبطلع الكبير اللي فيهم. طيب تعالوا نشوف الاحتمالات بتاعتنا. عندي تلات احتمالات اللي انا اقوله الرقم الاول اكبر من الرقم الثاني واكبر من الرقم الثالث اكبر من ايه من الرقم الثالث او اقول الرقم الثاني اكبر من الاول واكبر من ايه من الثالث او المتبقي ليه اللي هو الرقم الثالث يعني الرقم الاول والرقم الثاني مش اكبر منه فالرقم الثالث هو ايه هو الاكبر. ده الاحتمال. الاوتبوت بتاعتي اللي انا اطلع ايه اللي انا اطلع اطلع الجريتست اوف ذم الرقم الاكبر فيه اوف ذم. ببدا اول حاجه اديفاين ذا فارس بعرف المتغيرات بديفاين ذا فارس. بديفاين ذا فارس ازاي؟ بقول له انا عندي فلوت نمبر فيرست نمبر سكند نمبر عندي ثيرد نمبر. حلو فيرست نمبر سكند نمبر ثيرد ايه ثيرد نمبر. جميل جدا جدا جدا. ببدا اقول له ايه ببدا اقول له الريد الانبوت هطلع له رساله هقول له يا يوزر بليز انسرت ذا اف نمبر ذا فيرست نمبر يعني بس انتوا بكتبوها كامله انا بس عشان حجم الفيديو بس. سي ان فين سي ان في الفيرست نمبر اقول له يا يوزر اخد دي كوبي بيست اكتب لي السكند نمبر دخله لي فين في المتغير اللي اسمه سكند نمبر. هقول له يا يوزر اخد دي كوبي بيست برضو دخل لي ايه الثيرد نمبر دخله لي فين في الثيرد نمبر. ببدا اقول له هنا البروسيسنج بتاعتي بروسيسنج العمليات بتاعتي بقول له ايه اف كونديشن لو اول احتمال عندي قلناه الفيرست نمبر اكبر من. طب ما تيجي نعمل كده مقارنه بين قوسين افتح قوس الاول تمام اقول الفيرست نمبر اكبر من ايه من السكند نمبر اند وفي نفس الوقت افتح قوس تاني اقول الفيرست نمبر اكبر من ايه من الثيرد نمبر اطبع لي رساله كده قول لي سي اوت ذا فيرست نمبر اذ the greatest then of them of them. بعد رسالة قول لي ان الرقم ده هو الايه هو الاكبر. حلو قوي. هاجي اقول له هنا ايه تاني else if else if ايه لو كان نفتح قوس كده نفتح قوس تاني السكند نمبر اكبر من كل من الفيرست نمبر اند القوس الثاني اللي هو ايه الفيرست نمبر قصدي السكند نمبر اكبر من الثيرد نمبر. خلاص يبقى في الحاله دي مين الكبير في الحاله ديت الكبير عندي هو ايه السكند نمبر اقول له ذا سكند number is the greatest than of them the greatest than of them else قول لي ايه بقى قول لي ايه قول لي ان ال هو اللي قول لي الحاله ديت the third number the third number is the greatest than of them
ايه ده؟ طب ما انت هتقول لي مش شرط اللي هو لو ما كانش الاول والتاني الكبير ان يكون التالت هو الكبير، ممكن يكونوا متساويين. ففي الحاله ديت ممكن اقول له اخد ال سي اف او استخدم النستد اف اللي انا عملتها المره اللي فاتت، اقول له ال سي اف تانيه، لو افتح قوس وافتح قوس تاني اقول له الثيرد نمبر اكبر من الفيرست نمبر اندد ايه الثيرد نمبر تاني اكبر من السكند نمبر. قول لي ايه؟ قول لي الثيرد نمبر هو الايه؟ هو الكبير. else بقى قول لي this numbers are equal. كده بقت عندي الاربع احتمالات بتاعتي اللي ملهمش ايه؟ خامس. اللي ملهمش خامس. لو ضغطت اف 11 وعملت run للبرنامج بتاعي else if sorry لو ضغطت اف 11 قال لي بليز انسر ذا فيرست نمبر، قلت له 110 120 والتاني 210 والتالت 310. قال لي ذا ثيرد نمبر از ذا جريتست ذن اوف ذم، الرقم التالت هو الايه؟ هو الكبير. الرقم التالت هو الكبير. جميل جدا جدا جدا. نشوف السؤال التالت. تعالوا نشوف تالت برنامج عندنا بيقول لي سبوت ذا فولوينج تاكسنج رولز. دي بيقول لك دي بعض القواعد لحساب الايه؟ التاكس، الضريبه، لحساب الضريبه. بيقول لك الانكم الدخل فوق ال 10,000 بيقول لك مالوش ضريبه. دي في اول نقطه اللي هي ايه؟ بيقول لك فور انكم اوف 10,000 اند مور ذا بيز تاكس از اولوز 50%، اللي هو الضريبه بتاعتها الدخل اللي بيساوي 10,000 او اكثر الضريبه بتاعته 50%. بيقول لك الدخل التالت نقطه الدخل اللي اسفل لاقل من 50,000، ايوه لا اقل من 50,000 لديكيشن تخفيض 5,000 جنيه، لتخفيض 5,000 لتخفيض 5,000. بيقول لك اللي الدخل اللي فور انكم اوفر 10,000 تزيرو من اكسترا. دي معناها بيقول لي ان الدخل اللي هو بي 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 اللي هو حوالي 100,000 جنيه لضريبة بيتحسب له الضريبة عادي، بتحسب له الضريبة عادي، وإيه والجزء اللي هو أزيد من 100,000 جنيه بنحسب عليه إيه؟ نسبة أكتر من إيه؟ نحسب عليه أكتر من إيه؟ أكتر من 20. بنحسب مثلا لو 120,000 نحسب على 20,000 مثلا إيه؟ ضريبة 20% غير الضريبة الأصلية، غير الضريبة إيه؟ الأصلية. حلو. فببدأ إيه؟ أحل البرنامج بتاعي إزاي؟ تعالوا نعمل كده include iostream. البرنامج ده لذيذ using namespace. تعالوا نفكر فيه سوا كده وبعديه كده المين فانكشن. تعالوا نشوف هنحله ازاي. return zero. اللي انا عرفته اللي هو الانبوت اللي انا بديله الانكم تمام، وبحسب له التاكس فاليو قيمه التاكس. لكن قيمه التاكس دي مش ايه؟ مش انبوت. قيمه التاكس ديت مش انبوت. حلو، ما بتتقريش، بتتحسب. البروسيسنج بحسب له التاكس فاليو اباوت ايه؟ الرول ديت الاي والبي والسي والدي. الاي والبي والسي والدي. قال لك الايه؟ تعالوا نعمل كده المقارنات دي مع بعض. فروم ايه على البروسيسنج بتشيك لو الانكم اقل من 10,000 ببرنت ايه؟ ببرنت this ايه؟ is not ايه؟ this value. القيمة دي تعالوا نفكر فيها كده this value. تعالوا انا بحلل على فكرة البرنامج معاكم لسه مشفتوش قبل كده خالص. is not ايه؟ taxable. ملهاش ضريبة. ملهاش ايه؟ ضريبة. جميل جدا. النقطة التانية from A هقول له ايه؟ هقول له الانكم بتاعي لو الدخل بتاعي قال لك الانكم بتاعك اوف from income from B sorry from B النقطة التانية
لو الانكم بتاعك اوف 10,000 and the more the base tax is always 50%. لو كانت الضريبة بتاعتك الانكم بيساوي اكبر من 10,000 او بيساوي 10,000 اكبر من او يساوي 10,000 روح على طول قول لي التاكس فاليو بتاعتي. انا بحلل البرنامج معاك اهو. التاكس فاليو بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي الانكم في 50%. تمام حلوة دي كده القصة التانية. from C لو الانكم بتاعي لو الانكم بتاعي بايه انكم لو اس اقل من 50,000 ده هنا النقطة ديت يعني جميلة جدا. ده كده هتقول لنا ايه؟ ده هنا بيقول لي حط شرط لو الانكم بتاعك اقل من 50,000 اديله تخفيض على الضريبة بتاعته ب5,000. حلوة. فانت ممكن تسأل نفسك سؤال في النقطة بي، قلنا الدخل هنا بيساوي 10,000، الدخل هنا اكبر من او يساوي 10,000. لو الدخل هنا اكبر من او يساوي 10,000 هو فعلا اقل من 50,000، فاوتوماتيك بحسب ايه؟ دي مش نقطة تكاملية، دي نقطة بتزود لي الكونديشن دي. يبقى هنا ايه النقطة ديت المفترض اللي فوق، ونقص من الفاليو بتاعت ديت ايه؟ بنقص من الفاليو بتاعت ديت 5,000. هو اللي قال لي في النقطة ايه؟ سي. حلو قوي. بنقص من الفاليو بتاعت ديت 5,000، هو اللي قال لي في النقطة سي. تعالوا نشوف النقطة اللي هي دي. البرنامج ده لذيذ بجد، يا ريت تفهموه وتحلوه. لو قال لك الانكم بتاعك اوفر 100,000 there is an extra tax addition of 10% of the portion exceeding 1,000. ده جميل جدا 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 البرنامج ده. قال لك لو الضريبه، لو الدخل بتاعك ازيد من 100,000، لو الدخل بتاعك ازيد من 100,000 عاوز ايه بقى؟ لو الدخل بتاعك ازيد من 100,000 خد لي القيمه بتاعت ال 100,000 ديت، واحسب لي عليها الضريبه العادي. اللي هي بتتحسب ازاي؟ اللي هي الانكم في ايه؟ في ال بسم الله الرحمن الرحيم، الانكم في ال في 50%. حلو قوي. ناقص ايه بقى؟ الشريحه اللي هي 5,000. حلو قوي. بس احسب لي ضريبة إضافية، إكسترا ضريبة إضافية، تمام؟ في كام؟ في 20%. حلو قوي 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 السؤال ده، حلو بجد حلو. إكسترا 20 إيه؟ في المية، الأزيد 20%. إيه هو بقى الإكسترا ده؟ الإكسترا ده هعمله كفاريبل، هقول له النمبر بتاعي، الإنكم بتاعي ناقص 100,000. دي في الحالة الانكم بتاعي ناقص 100,000، فهقول له ايه؟ لو الانكم بتاعي ناقص 100,000 هيديني الاكسترا بتاعتي دي، باخدها وبحسب عليها 20%، يعني هنا انا في البروسيسنج عندي تو متغير، متغير اسمه تاكس فاليو ومتغير اسمه ايه؟ اكسترا. وانا بتشك على ايه؟ في كل الحالات على الانكم بتاعي، بتشك في كل الحالات على الايه؟ على الانكم بتاعي. تعالوا بقى نديفاين الفارس بتاعنا، نديفاين المتغيرات بتاعتنا. اول حاجه بقول له فلوت انكم، فلوت تاكس فاليو، وبعد كده اكسترا فاليو او اكسترا بس. حلو. بريد الانبوت، بريد الانبوت ازاي بقول اليوزر اف، لا سوري، سي اوت بليز انسرت يور انكم، من فضلك دخل لي الدخل بتاعك.
انكم. دخل لي الدخل فين؟ في المتغير اللي اسمه ايه؟ انكم. حلو، تعالوا بقى نعمل عمليات البروسيسنج سوا ببساطه كده. ببدا اقول له ايه؟ اف لو الانكم بتاعي ده اقل من 10,000 اطبع لي سي اوت ذيس فاليو از نوت تاكسبل، ملهاش ايه ضريبه. ذيس فاليو از نوت ايه تاكسبل. حلو، تعال نشوف الشرط التاني. قال لك طب في حاله else if لو الانكم اللي هو الانكم ده، احنا خدنا بقى في البي والسي في جزئيه في السي لازم ناخد بالنا منها. قال لك الانكم اكبر من او تساوي ال 10,000، اكبر من او تساوي ال 10,000، روح عامل لي ايه؟ روح قايل لي التاكس فاليو ديت، التاكس فاليو ديت. ولا اقول لكم عشان ما يكونش عندنا تريفيال كونديشن، تعال نمشيها منين؟ تعال نمشيها من ال 100,000. لو اقول له الانكم بتاعي اكبر من او اكبر من ال 100,000 او اكبر من ال 100,000، حلو قوي، اعمل لي ايه؟ جيب لي الاكسترا الاول، جيب لي الاكسترا الاول. الاكسترا بيساوي الانكم بتاعي، الرقم بتاعي ناقص ايه؟ ناقص ال 100,000. حلو قوي، وابدا قول لي، وابدا قول لي التاكس فاليو بتاعتك، التاكس فاليو بتاعتك هتساوي، التاكس فاليو بتاعتك هتساوي، هتساوي ايه بقى؟ هتساوي ال 100,000 في ال 100,000 في ايه؟ في 50%، خلاص؟ ناقص ايه؟ ال 5,000 جنيه، ناقص 5,000، بس نحط ده في قوس وده في قوس، دي النقطة الأولى، دي الجزء الخاص بالضريبة اللي هو العادي، خلاص حسبناها. زائد الاكسترا، الاكسترا المتغير اللي اسمه اكسترا في 20%، في 20 ايه المية. دي كده ايه الرقم الاول. الحالة الاخيرة بقى اللي هي الالس، برنامج سهل جدا بس فيه فكرة جامدة جدا. تاكس فاليو، اقول له تاكس فاليو هتساوي الانكم بتاعي ده في ايه؟ الانكم بتاعي ده في ايه؟ في حوالي ال في 50%. وطبيعي اصلا قال لي في النقطه اللي هي سي اللي هو اقل من 50,000، من 50,000 نقص لي منه ايه؟ نقص لي منه 5,000، يبقى التاكس فاليو بتاعتي بتساوي ايه؟ انكم في 50% ناقص ال 5,000، ناقص ال 5,000. تعال نتست مع بعض كده. لو قلت له بليز انسرت يور انكم، هقول له كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، 10,000 مثلا. سوري ليه ما طبعش؟ اصلا انا ما قلتلوش يطبع حاجه، يعني المفترض هنا ايه؟ المفترض بعد ما بخلص كده بقول له سي اوت ايه؟ ذا تاكس. نسيت اكتب هنا ايه؟ الاوتبوت، فكرونا يا جماعه، سي اوت ذا تاكس فاليو ار ايكوال، ايكوال ايه؟ قيمه المتغير التاكس فاليو. تعالوا بقى ايه نضغط اف 11 ونتشيك على ايه؟ على الشغل بتاعنا. جميل، تعالوا نشوف البرنامج اللي هو write a program that prompts the user to enter an integer and checks whether the number is divisible by both and 5 and 6 or neither of them. Just بيقول لي البرنامج دوت عاوزك تدخل له رقم صحيح وتشوف لو الرقم ده بيقبل القسمة على 5 و6 في نفس الوقت، او بيقبل القسمة على ايه؟ على حد فيهم، او بيقبل القسمة على حد فيهم، او ما بيقبلش القسمة على اي من حد. وقال لك هنا this example، تمام؟ قال لك العشرة هنا divisible باي 5 و 6، خلاص اللي بتقبل القسمة ايه؟ العشرة هنا بتقبل القسمة على ايه؟ واحدة فيهم بس مش الاتنين، but not both، مش كلاهما يعني.
التلاتين بتقبل القسم على الاثنين، التلاتة وعشرين ما بتقبلش القسم على الخمسة وعلى الستة. تعالوا بقى نعمل البرنامج بتاعنا على طول، include بس نعمله الاناليسيس طبعا. IO stream using namespace std وبعد كده المين فانكشن، وفي الاخر بريتيرن الفاليو اللي اسمها زيرو. هنا هقول له float، قال لي رقم صحيح integer int int a number، لا سوري number، سوري number. اقول له ايه بس هنا الاول هقول لليوزر ايه. تعالوا نحلل بس البرنامج. الانبوت بتاعتي، الانبوت بتاعتي اللي هي ايه النمبر، البروسيسنج بتاعتي اللي انا اشوف ديفيزبل this number divisible، باي 5 and 6 او divisible 5 6 حاجة فيهم 5 و 6 او ما بيقبلش القسم عليهم الاثنين. الاوتبوت بتاعتي، الاوتبوت بتاعتي اللي انا بطلع له الريزلت، هو بيقبل القسم على احدهما ولا ايه ولا كلاهما ولا الكلام ده كله. فباجي اقول له هنا ايه ريد، عملنا المتغير بتاعنا اللي هو النمبر اللي هو الانبوت بتاعنا، بقول له بالريد انبوت بقى بقرا المتغير، بقول له سي اوت please insert the value of number، من فضلك دخل لي الفاليو في ايه نمبر، دخلها لي فين في المتغير اللي اسمه نمبر. وتعال على طول، تعال على طول قول لي اول شرط كان طالبه منك، بيقول لي شوف لي لو هو بيقبل القسمه على كلاهما، فقول له النمبر نمبر مودولس تقبل النمبر ده مودولس 5 equal بتساوي 0 ended النمبر ده مودولس 6 بتساوي 0 بيقبل القسم على 5 تدينا 0 وبيقبل القسم على 6 تدينا 0. قول لي ايه، قول لي see out this number divisible by both، بيقبل القسم على ايه عليهم هما الاثنين. اقول له else if لو النمبر ده مودولس 5 اور، الناس لو ذاكرت دروس الاوبريشن هتفهم الكلام ده بسهوله جدا، الاوبريتورز هتفهم الكلام بسهوله جدا. تمام، اطبع لي ايه سي اوت ديفيزبل ذس نمبر ديفيزبل باي 5 اور 6 but a not both، مش كلاهما بتقبلش القسم عليهم هما ايه الاثنين. else قول لي كده see out this number is not a divisible by either 5 or 6. تعال نعمل كده this number not divisible by 5 or 6. لو ضغطت F11 وشفت كتبت وليكن مثلا 20، قال لي this number بتقبل القسم على واحدة فيهم. لو كتبت F11 الرقم اللي هو كان مديهولنا 23، قال لي سوري F11 تاني، كتبت 23 مثلا، قال لي ما بتقبلش القسم ولا على ده ولا على ده، ما بتقبلش القسم ولا على ده ولا على ايه ده. جميل جدا، ده كان البرنامج ايه، ده كان البرنامج الرابع بتاعنا. تعالوا نشوف البرنامج الخامس. create equivalent for function calculator the program should ask the user to enter number and operator use for the children. لا يا جماعة، ده البرنامج ده، ده البرنامج ده ألا حسبة، أنا مش هعمله البرنامج ده
آلة حاسبة حضراتكم هتعملوه. عملنا الآلة الحاسبة ديت أكتر من مرة بس أكيد في تريك يعني، عشان كده حطيت السؤال ده. آه بيقول لك، بيقول لك في الآخر خالص بتقول له لو أنت عاوز تعيد استخدام الآلة الحاسبة do another why or in. why اللي أنت بترجع تستخدم الآلة الحاسبة مرة تانية، ال ان اللي أنت بتخرج من الآلة الحاسبة، ان اللي أنت بتخرج منين؟ من الآلة الحاسبة. يا ريت تعملوه وتبعتوا، يا ريت تعملوه وتبعتوا. احنا حلينا السؤال ده ايه اكتر من مره، حلينا السؤال ده اكتر من مره، والتريك ديت ان شاء الله هبحل لكم السؤال ده تاني لما ندخل في دروس دوايل، حلها لكم ان شاء الله رب العالمين. او ممكن تحلوها على فكره باف، مش شرط ايه، مش شرط دوال، مش شرط دوال. طيب تعالوا نشوف البرنامج رقم 6 بيقول لي رايت بروجرام ذات كالكوليتس هاو ماتش ماني يو ويل اند اب وذ اف يو انفست ان اماونت. الكلام ده، الكلام ده كله خدناه قبل كده يا جماعه، الكلام ده كله خدناه قبل كده مش هحله تاني. وهنا بيقول لي احسب قيمه المبلغ اللي هيوصل له بعد الاستثمار بعد سنوات معينه انت بتدخلها، وليكن مثلا هنا بيقول لي انيشال اماونت هيدخل قيمه افتراضيه 3000 دولار مثلا، بيقول لي نمبر اوف ييرز بيساوي 10، قال له الانتر انترست ريت قال له 5.5، اتس اند اوف 10 ييرز هيبقى ايه، يو ويل هاف 5124 دولار. يبقى انت بتساوي، يبقى هو انا بيقول له هنا ايه، بيحسب له القيمه اللي هتكون معاه بايه، بواسطه مثلا اللي هو دخل انيشال اماونت قيمه افتراضيه، دخل نمبر اوف ييرز، دخل انترست ريت مقدم معدل الفايده، معدل الفايده السنوي، معدل الفايده السنوي، وبعد كده حسب له المبلغ الاجمالي اللي هيبقى اللي هيكون معاه بعد فتره من السنوات، بعد فتره من السنوات، السنوات اللي هو دخلها اللي هو هنا بتساوي 10 سنين يعني. الحاجات دي خدناها ومش محتاجه شروط يعني، مش محتاجه شروط، فبالتالي هي برامج ايه، بروسيجر العادي جدا. فحضراتكم ايه تعملوه، حضراتكم ايه تعملوه. يبقى احنا كده حلينا السؤال الاول والثاني والثالث والرابع من التاسك، لان هم فيهم شويه افكار خاصه بالدروس بتاعتنا السابقه، خاصه بالدروس بتاعتنا السابقه. اما للسؤال الخامس والسادس، اما السؤال الخامس والسادس اعتقد اللي احنا اخدناهم بدل مره اكتر من ايه، اكتر من مره، اكتر من مره، وبالتالي ايه هرجي الكلام ده ايه اللي انتوا ايه تشرحوه، اللي انتوا تشرحوه ان شاء الله رب العالمين. الى هنا انتهى الدرس بتاعنا. انا بس قبل ما اغلق التسجيل، رجاء الناس يا جماعه تحل، والله المرحله ديت اهم مرحله في الكورس عندنا، اللي انت بتكون راجل استفدت من الكورس او لم تستفد من الكورس، اللي انت راجل فاهم يعني ايه بروجرامينج او ما فهمتش يعني ايه بروجرامينج، معادله باينري ايكويشن، معادله بتحمل رقمين بس، قيمتين بس، لا اما ترو لا اما فولس، لا اما لا زيرو لا اما وان. فرجاء من الناس كلها تهتم، رجاء من الناس كلها تذاكر، رجاء من الناس ايه تاخد بالها من التاسك اللي بننزلها ده، بتكون فيها افكار صغيره جدا بتفتح لك مخك في حاجات كتيره جدا. تمام، الى هنا انتهى الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.